فلمشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. التفاصيل مع الزميلة آية الكافوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا إيمان، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات من خلال تنفيذ 5 مشروعات كبرى باستثمارات تبلغ 14 مليار دولار، وبهدف استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها، ومن أبرز هم مشروع توسعات مصفى ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وما زلنا في قطاع البترول، حيث بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس إحدى الشركات العالمية الكبرى لاستكشاف والإنتاج في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية كلينف خطط عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء تقدم أنشطة وعمليات الاستكشاف للشركة في البحث عن الغاز والبترول في 4 مناطق تعمل فيها كمشغل رئيسي في البحرين المتوسط والأحمر بحجم استثمارات حدها الأدنى 360 مليون دولار، وتشمل مناطق شمال سيدي براني وشمال الضبعة بغرب المتوسط ونرجس البحرية بشرق المتوسط والقطاع رقم 1 في البحر الأحمر. وإلى البورصة المصرية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للسوق المال المصري بختام التعاملات في آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706 مليارات و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فصعد مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 0.4% وأغلق الجلسة عند 10723 نقطة. أيضا قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.43% وأغلق عند 2824 نقطة. امتدت الارتفاعات أيضا لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79% وأغلق عند 3804 نقاط. من البورصة إلى أسواق العملات مشاهدينا، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 15.63 جنيها، سعر البيع 15.77 جنيها، عن اليورو سعر الشراء 18.54 جنيها، سعر البيع 18.69 جنيها. نصل معكم للجنيه الاسترليني، سعر الشراء 21.77 جنيها، سعر البيع 21.95 جنيها. نبدأ معكم من الدرهم الإماراتي. بالنسبة للعملات العربية، وصل سعر الشراء اليوم إلى 4.26 جنيها، سعر البيع 4.29 جنيها، وأخيرا الريال السعودي 4.17 جنيها، سعر الشراء وسعر البيع 4.20 جنيها. في ألمانيا، ارتفعت طلبيات السلع في يونيو الماضي مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين فضلا عن الطلبيات الخارجية، وكشف مكتب الإحصاءات الاتحادي عن أن طلبيات السلع قفزت بنسبة 4.1% على أساس شهري. إلى هنا مشاهدينا انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إلهام لمر وإمام منصور. شكرا لكم. شكرا لك يا آية.